يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. في أسواق المدينة القديمة كتبت أنماط معيشة الدمشقيين وأحوالهم وعلاقاتهم الاقتصادية. ظهرت حرف وتطورت وانتقلت إلى باقي الشرق، وأتت حرف أخرى إليها. شكلت المدينة لعقود طويلة قبلة أصحاب المهن والحرف، استقروا فيها وأبدعوا فنون العمارة والصناعة والتجارة. وكما تخصصت أسواق المدينة بالسلع والحرف، كذلك كان حال العائلات الدمشقية. تعلمت المهن وورثتها لأفرادها جيلاً بعد جيل، طورتها وحافظت عليها من الاندثار، واختارت أميناً على استمرارها أطلقت عليه لقب شيخ الكار. هلأ نحن بدنا نرجع للحرف التراثية الدمشقية، هي تاريخ لمدينة دمشق وخلقت من عمر المدينة، ويلي هي أقدم مدينة مأهولة بالعالم. كانوا بالقديم كل من أبدع بحرفته واشتغل وعطى نتاج كان يتسمى على اسم الحرفة. كثير من عيال أهل الشام قديماً ما كان في قيد نفوس وما كان في تسجيل وما كان في كذا، كل واحد على هوى إبداعه يأخذ اللقب عليه. صارت الكنية مرتبطة بالحرفة، أغلبيتهم بحرفتهم، مثلاً بيت النجار، بيت العبجي يشتغلوا بالعبايات، بيت الحلاق، بيت الشرباتي بالشراب، بيت الأزاز بحرفة الأزاز، وغيرها من الحرف كتير. يعني إذا بدنا نعد كتير، الصباغ وغيره. من هون بنقدر نقول أهل الشام سيطروا على هالحرف يلي تميزت من غيرها عن العالم كله. يعني حرف الشام ما أنا موجودة بغير دول، إلا نكهتها، إلا تميزها، إلى طبيعتها الخاصة فيها، مشان هيك تسموا فيها. وقت صار تسجيل القيود ونفوس وهي يلي كان على اسمه ضل على اسم العيلة، ولحد الآن نشوف أغلب عيال الشام تحمل اسم حرف. يعد شيخ الكار أخبر العاملين في الحرفة وأقدمهم وممثلهم أمام المهن الأخرى، الحرفي فؤاد عربش. خير مثال على تلك الفئة هو اليوم شيخ كار حرفة المزاييك، تلك المهنة الدمشقية الأصيلة التي تعكس جمال الشرق وسحره. حرف انتقلت من جيل لجيل لحتى وصلت لنا. نحن تعلمنا حرفة، أنا تعلمت حرفة المزيك من البدايات. كانت هالحرف منتشرة بدمشق القديمة بين الأحياء الشعبية، وكانت من متطلبات أهل البيئة. يعني كانوا يشتغلوا يتساعدوا، ما كنت تحسي أنه انتقلتي من قرنة لقرنة. يطلع من بيته واحد على الورشة على هاي ضمن المنطقة ضمن البيئة، ما يتغير شيء. مثل عيلة واحدة كانت، الشام صغيرة كانت وململمة على بعضها، وفي محبة وفي ود وفي تعاون بين أهل المنطقة كلها. نحن تعلمنا بأحياء دمشق القديمة نشوف هالحرفة كيف عم تنشغل، ندخل لعند أصحابنا الحرفة أثناء العطلة الصيفية وقت نعطل من المدرسة، كنا نجي نشتغل بالورش يلي قدام بيوتنا. تعلمناها، تعلمت هالحرفة، تعلقت فيها، عجبتني، فيها أفكار كتير حلوة، فيها شيء مبدع، فيها علم، فيها الفن الهندسي. من هون انطلقنا لهالحرفة وصرنا نبدع، واشتغلت فيها واستمريت. لا يكفي لشيخ الكار معرفة أصول حرفته وعشق عمله فقط، بل يجب أن يكون حسن الأخلاق وطيب السمعة كي يدير شؤون العاملين في حرفته بالعدل والاستقامة. هلأ قديماً إجا شيخ الكار من أكثر من 100 سنة، من أيام الاحتلال العثماني وقت كان بهالمنطقة. وكلمة كار هي أساساً كلمة تركية مو كلمة عربية. كلمة شيخ، الشيخ هو الطاعم بالسن، كبير السن أو كبير المحضر أو المجلس. عمله وتجاربه ومحبة الناس له ولجوء أهل الحرفة لإله وأخذ منه المعلومات، حل المشاكل الحرفيين كذا،
كان يتلقب بشيخ الكار، وقت اللي يتلقب واحد بشيخ عن كل حرفة يتلقب واحد، هذا الواحد كان يشرف ويحل كل أمور هالحرفيين، يفتح له المجال أنه ينطلق بالحرفة. ما كانوا يصغروا من قيمة الحرفي، بالعكس يعطوه الدعم، يعطوه القوة لحتى يبدع أكثر، لحتى يكون إنتاجه أكثر. هلأ اليوم إحنا إذا بدنا نقارن شيخ الكار باليوم، اليوم صار في اتحاد عام حرفيين، صار في منظمة حرفية هي تأخذ دور شيخ الكار، هي رأس الحرفة، يرعوا هالحرف وهالحرفيين ويكونوا إداريين بالهم على شؤونهم، على متطلباتهم العملية الحرفية، لحتى يكونوا ناجحين ومنتجين ومبدعين. حصل عربش على لقب شيخ شيوخ الكارات بعد عمله لنحو 50 عاما في حرفته، فكان الأجدر على حفظ الحرف اليدوية التراثية من الضياع. نحن كحرفيين كأبناء هالبلد ومحبين لهالبلد، كنا أثناء الأزمة والقذائف الهاون عم تنزل على دمشق، نحن عم نحمل عملنا شغلنا ونشارك بالمعارض اللي تقام عن طريق الوزارات. بسنة 2015 طلب منا سيد وزير السياحة إقامة معرض مميز للحرف التراثية، عملنا ورشة عمل كتير حلوة. وقت دخل السيد الوزير وشاف الورشة وشاف قال بالفعل أنتوا بتستاهلوا تكونوا شيوخ كار، وقتها منح لقب شيخ الكار لكل المشاركين بالمعرض لإبداعهم لعملهم لإنتاجهم. وقتها كان موجود رئيس اتحاد العام الحرفيين وكان سيد وزير السياحة، عطوني لقب بشهادة رسمية شيخ شيوخ الكارات لصوني وحفاظي على التراث الدمشقي وعلى الحرف التراثية. هيك أنا حصلت على هاللقب وبعتز فيه وبشوف حالي فيه أني أنا بجهودي بتعبي بمحافظتي على هالتراث وحماية هالتراث قدرت أخذ هاللقب، وإلي الشرف بهاللقب هذا. يضيف شيخ الكار لمساته الخاصة إلى حرفته وينقلها بأمانة إلى الجيل القادم، فهو يدرك جيداً الفرق الكبير بين التكنولوجيا التي تستحضر شكل المنتج فقط وبين اليد الماهرة التي تمزج الشكل بالروح المتوارثة منذ آلاف السنين، وهو ما لا يمكن تقليده. احنا شيخ الكار نحن قلنا ميزناه هلا بالجمعيات الحرفيه او بالتنظيم الحرفي بمجلس اداره الجمعيه يلي هي عم ترعى الحرفيين، هذا ما بيمنع انه يخلق جيل جديد يحمل الصفات ويكون هو للمستقبل شيخ كار، له كلمته، له اهتمامه، له اشرافه على هالحرف لحتى ما تنقرض، لحتى تستمر، لحتى نعطي صاحب الحرفة المتقن نعطيه حقه. ما نجي مثلا للواحد اللي بيشتغل تجاري أو بيشتغل شغل بازاري نجي نقيمه نقول له هذا لا، وقف، في فلان مبدع أكثر منك، فلان إيده نظيفة بالشغل. لقب كتير حلو، شيخ اسم كلمة كبير طاعم بالسن، بيعطى هيبة للرجل، والعمر الكبير هو بيكون مرور زمن على خبرته بهالحياة وبالحرفة وبالعمل. يصر شيوخ الكار على الاستمرار بالعمل مهما كانت الصعاب، فأزمة ارتفاع الأسعار المستمرة تنهك تجارتهم يوما بعد يوم. هلأ الحرف التراثية مرقنا بأزمة كتير صعبة على بلدنا على سوريا، وهالأزمة هاي أثرت سلباً كتير على الحرفيين وخاصة على الحرف التراثية. من بداية الأزمة نعرف نحن توقف السياحة على سوريا، تفاقمت المشكلة، كبرت زيادة، صرنا نخسر حرفييننا، صرنا ندور على حرفي يلي هاجر، يلي التحق بالخدمة العلم، يلي وقف عن عمله، يلي تهدم محله. وصلنا لمرحلة الحرب الاقتصادية، هاي أثرت كتير كمان بسبب الغلاء يلي عم نعاني منه وعم يعاني منه المواطن. نحن بآخر مدة اعتمدنا للمواطن انه نبيع قطعنا للمواطن السوري، كنا نحن نصدر، لانه صار المواطن هلا عم يدور على لقمة عيشه، ما عم يدور على قطعة يزين فيها بيته. كمان ناحية تانية نحن بننزل لنشتري المواد الأولية للتصنيع، نلاقي بالأسواق قبل الظهر نشتريها بسعر، نقصنا قطعة بدنا نكملها، بنروح بعد الظهر يعني نفس النهار بنلاقي الأسعار تغيرت.
بعدنا عرفنا نحن سعرنا قطعة البضاعة، القطعة اللي عم نشتغلها بعدنا عرفنا سعرنا قد ما طلبنا، بنبلش بالقطعة مثلا بدها مرحلة عمل أسبوعين أو أسبوع أو شهر، بنلاقيها لحتى انتهت القطعة بنقول خسرانين نحن فيها. نتمنى نحن أنه نحن نوصل لمرحلة أكيد نحن سوريا ما رح تضل هيك، ما رح تضل بهالصعوبة بهالأزمة. الأيام اللي جاية، المستقبل اللي جاية لسوريا رح يكون مستقبل مبشر. هذا بدنا نرجعه نحن لقوة الاقتصاد يلي ندعم في بلدنا، ندعم شعبنا، ندعم الحرفي فيه لحتى يكون له وجود فعال منتج مبدع، وهذا اللي بنهتم فيه نلاقيه بالمستقبل. يحفظ شيوخ الكار الحرف في قلوبهم وعقولهم، وما تبدعه أناملهم من منتجات تراثية فنية تحمل بكل تفاصيلها تاريخ وعراقة سوريا إلى العالم.